قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله تعالى: ومن أضل. من هنا استفهامية، والاستفهام في عرف البلاغيين وفي مصطلحهم هو طلب العلم بشيء مجهول لدى السائل بإحدى أدوات الاستفهام. فحينما تسأل عن شيء، أنت تسأل عن شيء تجهله، هذا هو حقيقة الاستفهام عند البلاغيين. لكن هذا الاستفهام قد يخرج عن هذا المقتضى لاعتبارات أخرى، من بين هذه الاعتبارات التحدي، وذلك أن يكون المستفهم عالما بحال هذا الشيء لكنه يستفهم لغرض آخر. وهنا المستفهم هو الله عز وجل، العالم ببواطن الأمور، العليم بكل شيء، الخبير. فلماذا استفهم هنا؟ استفهم من باب التحدي. ولذا يكون الجواب: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الجواب: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. فهذا الاستفهام مشرب بالنفي في جوابه، أي لا أضل، ويراد من ذلك التحدي. وقوله تعالى: ممن يدعو من دون الله. ممن، من هنا اسم موصول يفيد العموم، وقوله يدعو، الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذا بيان لحال هذه الأصنام، وأن هؤلاء الذين يدعونها لو ظلوا يدعونها لما استجابت لهم إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى مقبحا ومنفرا عن هذا الفعل الذي لا يليق بالعقلاء، قال: وهم عن دعائهم غافلون. يعني أن هؤلاء المعبودين عن دعوة هؤلاء العابدين غافلون، لأنهم إما أن يكونوا أصناما وأحجارا وأشجارا، وإما أن يكونوا غير ذلك، لكنهم لا يملكون لا نفعا ولا يدفعون ضرا. ثم قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، والمراد من الحشر هنا هو الحشر الأعظم الذي يكون يوم القيامة. قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. سبحان الله، هنا فيه معاملة بنقيض القصد. هم أرادوا بدعوة هؤلاء أن يظفروا بشفاعتهم، أن يظفروا بخير منهم، لكن ما الذي جرى؟ أنهم يكونون أعداء لهم يوم القيامة. وقوله تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين، فيتبرؤون حتى من عبادتهم.